يعني كلكم عايزين تاخدوا الشهادة وتمشوا باسم الهيئات الشعبية والرياضية بنرحب بيك دكتور أحمد في جامعتك في مديريتك وتعتبر المديرية بس أنا كلمت من موضوع البروتوكول ده دكتور محمود سعد بس هو واحد الجامعة هتاخد مننا كل الشباب بتاعنا والمدربين مصر كله هناك في التربية الرياضية ودايما أنا عامل المشكلة دي عشان كده دايما الجامعة لما تدخل في حاجة بتسحب الباصات من أي حاجة لكن انا بهنيك على البروتوكول ده وفي ظل ان هو يتواجد في ظل حضرتك فعلا بنقول ان رئيس الجامعه الدكتور رياضي يبقى شاعر الرياضه كلها بشكر تواجدكم انا زعلان ان الدوره خلصت حدث من كل زمايلي واصحابي والمدربين كلهم على فكره دكتور محمود ما بين ان هم كانوا اساتذه الكابتن احمد سعد الله ما بين زمايلي في الجامعه ما بين زمايلي في شعوب الرياضه ما بين رؤساء مجالس الادارات عندي في مراكز الشباب فالمقصود ان احنا علاقتنا بيهم علاقه قويه حتى مدربي النحله مدربي سوهاج مدرب الكابتن دكتور ايمن صديق ده زميلي ودفعتي فالمقصود ان احنا اتحرمنا بس ان احنا كان نسينا الدوره الطول لكن دوره التحكيم لسه مش حطوش في البروتوكول دوره التحكيم ان شاء الله في مديريه شباب الرياضه لان دي بيتهم هم فعلا زي ما انا بقول وانا بشكرك وبشكر تعبك انت وكل الاتحاد بشكر منطقه سوهاج لكره القدم الدكتور سامي والكابتن هشام ابو حبيب على اساس ان هم كانوا فاعلين اكثر في اي فترات اخرى كل الشكر والتقدير لاساتذتي في كليه التربيه الرياضيه الدكتور ابراهيم والدكتور محمد عبد الحفيظ وتشريفهم النهارده اضافه لينا واضافه للمديريه كلها بشكر ابويا وحبيبي طبعا اللي احنا بنشرف بيه ممثل سوهاج ممثل صعيد مصر الاتحاد المصري لكرة القدم وزي ما قال الكابتن عصام ده استمثال بيبقى ماشي كده استاذ جدري الفاروق الله يرحمه الكابتن محمد ابو رافع حاجه تشرفنا وتسعدنا ان قدينا في سوهاج حاجه مجلس اداره الاتحاد المصري لكرة القدم المحافظات الثانيه بتتباهى ان عندها احنا صعيد مصر كله بيتباهى ان عندنا الكابتن محمد ابو رافع عنده مجلس اداره بشكركم وكل سنه وحضراتكم